زواج. في كثير ناس تعرفوا هنا في البرنامج وبعد سنة سنتين يرجعوا عشان يتزوجوا. لله هذا جميل. صحيح. وفي الصيف نعمل برا، عملنا 3 في هذه السنة واحدة كبيرة. 3 أفراح. يعني. هنا برا في البرنامج. مبسوطين يعني لما نشوف الناس يختار المكان حتى يفرح، كل شيء حلال، المجتمع حلال والعقل والمسجد. ما شاء الله. في مخطوطات موجودة من أيام أفضل مشروع في الحياة بعد إسلامك الزواج، وشكرا. حياتي بقول حقيقة يعني دراستي أول شيء والله ما تحسنت إلا بعد الزواج، ماشي، لما صار في إلي بيت مستقل، صار في مكان أدرس فيه، هذه بصير في لك استقلالية، بصير في لك كيان. أنا مش متخيل إني بيوم من الأيام كنت عزابي، هاي الفقرة بحاول أشطبها من حياتي. أنا كنت مشرد هوملس سيت محطوط هنا قرن هوملس مشرد. أنا مش عارف شون الإنسان العذاب. فتراه في القرآن نصا إذا ما كنت للقرآن تالي، تزوج باثنتين ولا تبالي ولا تخشى آذى أم العيال، وطبق ما أتى بكتاب ربي سوف تراه في القرآن نصا بأنك قد سعيت إلى الحلال، فإن زدت النصاب إلى 3 وأكملت النصاب بذات مال. الزواج الثاني خيانة لزوجة الأولى. ما شاء الله. أنا لا أدري لماذا ينفض المجتمع السماوات، فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى والثلاث والرباع، وإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة، ونحن مع تعدد الزوجات ولسنا مع تعدد الأشقاء. النساء كالبحر، كلما شربت منه ازداد عطشا، كلما شربت منه ازداد عطشا، فنحن مع تعدد الزوجات ولسنا مع تعدد الأشقاء. يا دين النبي الحلاوة دي. DBT, I have a question. Why does Islam allow 4 wives? Can you please answer me in 20 seconds? Islam allows up to 4 wives, but this rule actually reduced the number of wives men could have, as people like King Solomon and King David in the Bible had hundreds of wives. إذا ما كنت بتعرف هاي المعلومة اكتب رقم 1. It was introduced in a time when war and other factors left more women than men, ensuring women were cared for. However, if a man can't treat them fairly, Islam only allows one wife, emphasizing justice and fairness. Wow, that is so interesting. Does Islam oppress women? Can you answer me in 20 seconds, please? No, Islam does not oppress women. The Quran introduced groundbreaking changes by granting women rights like inheritance, property ownership, and education. Revolutionary for that time. It brought justice in marriage through mutual consent, fairness, and the right to seek divorce. Most importantly, God sees men and women as spiritually equal, emphasizing their equal dignity and worth in his eyes. Wow, my mind is blown. What do you guys think? Почему мужчина, имеющий много женщин, хороший мужчина, а женщина, имеющая много мужчин, плохая? Понимаешь, Диан, вот ключ, которым можно открыть любой замок, хороший ключ. А вот замок, который можно открыть любым ключом, плохой замок. نسبة كبيرة من الشباب آخر 10 سنين صاروا بحيطان الأربعين وهن لسه عزابية ومن الزواج متخوفين. بتحس الحالة رايحة لمشروع انقراض بشري، فالبنت بتقلك ما عم لاقي شاب جدي، والشاب بيقلك ما عم لاقي بنت مثل ما بدي. الكل بده يرتبط بس ما بده ينربط. يعني شو فيها إذا كل 4 بنات اتفقوا وجمعوا مصاري واشتروا بيت واتجوزوا واحد يسطروا عليه؟